سلام خواتاتي، غادي نكمل معاكم هذا التورني في هذا السوبر مارشي اللي هو تيقولوا له غيفا، يعني هو من السوبر مارشي الزوينين. حنا دابا جينا لبلاصه ديال المعلبات، بغيت نوريكم هنا كاين واحد الانواع ديال الرز اللي هما مغلوقين، رجعوا كيديروهم ماشي الرز الصفر والبيض، مي داك اللي مصاوب بالطحين الكحل. وكاين رز حتى هو كيقولوا له ماشي الرز يعني طبيعي ناتور، فيه حتى رويزات كحل، هادو كيقول لك صحيين بزاف بزاف بزاف. اللي كيديروا الريجيم، اللي باغيين يحيدوا الماء من ذاتهم، وكاين بحال هاد الاسميدان، انواع ديال الاسميدان اللي تا هما تيكونوا طبيعيين مخلطين بالكتان، بانواع ديال الكرويه. شوف شحال ديال انواع ديال الرز، هذا الصفر ديالنا كنديروا به الشلايط في المغرب، وكاين الابيض وكاين الكحل. الكحل اللي وريتكم كاين حتى دي سباكيتي كحل، ما كاينينش اليوم هنايا، غادي نمشيو نقلبوا عليهم. ها هما لي سباكيتي، اي فوالا، هي ها هما لي سباكيتي، كاينين لي نورمال وكاينين دي سباكيتي لي بال هادو تنقولو لهم حنا نول ولا الفيس ولا كيفاش كيعيطو لهم، هادو بالخضر خضر، يعني كيدخلو فيهم بزاف ديال كاين لي كيديرو فيهم حتى الدجاج، وهذا كيدخلو فيهم بزاف ديال العطرية ولا بزاف ديال النباتات. وهادو حوما هما راهم حارين بزاف بزاف بزاف، تشيلي نودل حارين بزاف، كيديروا 600 ريال لنص كيلو. وهادو مصاوبين بواحد النوع ديال النباتات، داكشي علاش فيهم اللون خضر. وكاين هاد الصغيورين كاع، هادو دايرين فيهم بحال لي زالفابي اللي بانو لكم ا بي سي دي اي اف، هادو زوينين بزاف. وهنا كاين الطحين، شوفوا الطحين المغلوق بزاف. البنات اللي يلاه جيتو لالمانيا الغيبة غادي تلقاي كيلو كيدير 600 ريال، هذا 3 اورو 2 اورو 30، انا ديما كنكملها كنحيد الصرف. هاد الطحين هذا مزيان للصحه وما كيغلطش، ها هو مسميتو فايتسن فولكون، فولكون يعني كامل من ناحيه هذا. واللي بغات دير الحلوه كاينين واجدين، اللي ما كتعرفش طيب، انا كنطيبهم في الدار ما كنشريش هادشي الواجد، كاين اللي بغاوني بالانواع، هما واجدين كتخلطي معاه مع شويه ديال الحليب ولا الزيت وكيوجدوا. ها هما كاين لي مافن، كاين داك الحلوه ديال قوس قزح، انا كنصاوبهم في الدار كما قلت لكم. وهادو واجدين يعني صوص شوكولا واجده، هذا كت السبري اللي كترشيه في الباك فورم في المول ديال الحلوه، كيخرج بلا ما ديري داك الزبده والطحين وداك الشيء. ما كاينين حلوات واجدين هنايا عندنا كلهم شحال من نوع. وهادي كريم واجده، ولكن ردي البال راه كيكون فيها الجيلاتين ديال الخنزير. وهنا خواتاتي كاين المملحات، كاين بزاف ديال المملحات. اللي بغيت نوريكم هنا كاين واحد هادو البوب كورن، يعني هادو واجدين، كتشري واحد البكيه كدير 10 دراهم، انا ما تنشريهمش غير كنوريكم اللي ما مسالياش اللي خدامه. كتشري واحد البكيه ها هي مرسوم فيها، كديريها في الميكرو اوند، كديريها في الميكرو اوند 3 دقائق وكتخرج لك واجده. لاله مولاتي ما تحتاج ديري حتى حاجه، يعني داكشي واجد هنايا، ما كتضربي فيه لا تمره لا والو. هنا كاين لي شيبس، بزاف الانواع ديال لي شيبس، اللي عواله تجي لالمانيا ولا اللي ساكنه هنايا نوضي سيري تقدي ليا مع راسك، داكشي كيشهي. انا كنحماق على هادي وعزيزه عليا، هاد لوريونتال كيجيني فيها العطريه ديال البلاد، شحال عزيزه عليا. كتكون كتباع في الدي وليدل، رخص من هنايا، رخص من هنايا ناقص منها. وكاين هاد كرانش، كرانش انا عزيزه عليا بزاف بزاف بزاف.
شوفوا بكي قدها قداش كدير اورو 50 يعني 15 درهم.